ينضم إلينا من الخليل رائد الشريف مراسل الغد. رائد أهلا بك، الأوضاع لديك؟ عند منطقة النبي يونس في الخليل تحديدا عند مدينة حلحول وقعت عملية إطلاق نار حسب حديث جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فلسطينيا وهو حمدي أبو دية الزماعرة 40 عاما وهو ضابط في الشرطة الفلسطينية برتبة نقيب ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي من سلاح نوع كارلو. بعد ذلك قال الإعلام الإسرائيلي إن الاحتلال يفحص إذا ما كان الشهيد الزماعرة هو الذي نفذ عملية إطلاق نار كانت قد حدثت قبل حوالي 48 ساعة قرب المنطقة، كذلك قرب منطقة حلحول وبيت أمر شمال الخليل. بعدها جيش الاحتلال الإسرائيلي قال تبين أن الشهيد الزماعرة هو الذي نفذ عمليتي إطلاق النار، ونحن نتحدث عن عمليتين وقعتا شمال الخليل في المنطقة المذكورة. جيش الاحتلال أطلق النار، منع طواقم الإسعاف الفلسطينية من الاقتراب من الشهيد أو حتى من تقديم الإسعافات والعلاجات الأولية له، وأغلق المنطقة كليا، وحتى أنه قام بطرد وسائل الإعلام والأطقم الصحفية مجرد وصولنا إلى المكان بدعوى وجود ضباط في الشباك والمخابرات الإسرائيلية. جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز جثمان الشهيد حمدي أبو دية الزماعرة، هذا يضاف لعدد من المحتجزين الشهداء للجثامين، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام 2023 إلى 15 شهيدا بينهم 4 أطفال. الشهداء نتحدث من الخليل جنوبا حتى جنين شمالا خلال عمليات دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المدن الفلسطينية، ولكن هناك تخوفات إسرائيلية كبيرة من نقل الحالة في شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، خاصة بتنفيذ عمليات إطلاق النار. نحن هنا لا نتحدث عن عمليات الدهس أو الطعن، وإنما من تشكيل خلايا وانتقال هذه الحالة الموجودة في شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، ما جرى في حلحول وما جرى كذلك خلال الأسابيع الماضية في بلدة بيت أمر وهي شمال الخليل من عمليات إطلاق نار، سواء على حافلات للمستوطنين المتطرفين أو على سياراتهم أو على الأبراج العسكرية، الحواجز الطيارة أو حتى على المستوطنات والبؤر الاستيطانية المقامة شمال الخليل. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عملية البحث وكذلك العمل والجهد الاستخباراتي لمنع تشكيل أي خلايا أو حتى انتقال الحالة إلى جنوب الضفة الغربية من نابلس وجنين إلى بيت لحم والخليل، خاصة بعد مداهمات عديدة للقرى والمخيمات في جنوب الضفة الغربية. اليوم تم اعتقال قرابة 20 فلسطينيا معظمهم من الخليل ومن مدينة بيت لحم. خلال الساعات الماضية استشهد طفل يبلغ من العمر 14 عاما وهو عمر لخمور عندما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم دهيشي. اليوم فجرا تم اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل لتنفيذ سلسلة عمليات اعتقالات لعدد من الشبان الفلسطينيين في المخيم هناك، وكذلك في مدينة بيت لحم، وأيضا في عدة أو في قرى وبلدات عدة في الضفة الغربية، ولكن هذه العمليات تركزت في جنوب الضفة الغربية. نبيل من الخليل الرائد الشريف مراسل الغد، شكرا لك.